حاليا من أطلق المبلغ، يعني احنا خلال لازم خلال اقل من شهر ال 30,000 كلهم راجعين. خلال اقل من شهر طبعا ال 30,000 كلهم راجع. اذا اطلق المبلغ لو تم اطلاق المبلغ، يعني وعدنا انه اطلق هالايام يعني زين. والمبلغ اللي يخصص كافي ليرجع ل 30,000 كلهم، ما تبقى من ال 30,000؟ اي نعم كلهم.